تصريح لعزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لاحد المنابر كيقول فيه كلشي كيسولني على اش شنو دار محمد ارمومن وعلاش صيفطتيه. كيقول ارمومن دار اكبر غلط هو انه كيمشي عند الدراري وكيحرضهم باش يوقعوا الفرق اخرى وكيجيب ليهم وكيل باش يقلب ليهم على الفراقي، وانا ما يمكنش ليا لهاب ولد المدرسه اللي قريتي وكبرتي وسط الرجاء وتعلموا هذا الشيء وباقي الله قال بسم الله في حياته، وحنا لهاب مازال باغينو يحط رجليه الارض ويتعلم. وما كاينش غير ارمومن بوحدو، كاينين اربعه ولا خمسه الاسماء انا جاي ليهم ويتسناو مني اكبر كراته، وديك ولادها يهزوها هي اللي خرجات على الرجاء. انا باغي انسان اللي يخدم معايا راجل. طبعا هذا التصريح اللي جا ديالو الله يرحم بها، هذا التصريح اللي جا هذه يا جاسم من 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 طرف الان مباشر دابا هذه يا جاسم انا غنرد عليه دابا رجاء الرياضي لاحدى المنابر. تفضل. انا نرد عليه مرحبا. قال لك بانني انا تنجيب لاعبين تنديهم جيب لهم مناجر. انا اول حاجه ما عرفتش شي مناجر، والمناجر اللي تعرفني كيجي انا فاش كنت لاعب الكره ما كانش عندي مناجر. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي غنقول هاد اللعاب انا اللي جبتهم، الا بغيت نديهم راه غنديهم، وهما هذوك الدراري راه جاويين. اعطيني شي لعاب مسيني، شي لعاب مسيني مع شي مناجر. كاين حتى شي لعاب مسيني مع مناجر؟ الهضره الخاويه الناس يعرفوا يهضروا. أم باش نهضر عليه وكاين فاش قال الهضره نقول واحد، سير جيب انتدابات، سير جيب انتدابات تبع ارمومن. ارمومن راه جاب الخدمه ديال ورا دارها، الخدمه ديالي راه هي هذه. انت لا بغيتي تنسب ارمومن، ارمومن راه هو اللي جاب دوك اللعاب. شي دوك اللي مشيتي عندهم بن سليمان انا اللي جبته، المشخشخ انا اللي جبته، لعب ضد مينيم جبته انا، ما عندوش مناجر ياك. شكون اخر؟ صباح عبد ربي احسن لاعب كلشي تعرف ما عندوش مناجر. زيدني شكون؟ اعطيني عماره ولا عيون؟ يلا يلا جبنا هذاك العام ما عندوش مناجر. قوحي ما عندوش مناجر، اكرم ما عندوش مناجر، كريم ما عندوش مناجر. شكون هو؟ كريم ما عندوش مناجر. شكون؟ مشخشخ ما عندوش، شماش ما عندوش مناجر، وماس ما عندوش مناجر، حتى واحد ما عنده مناجر، وحتى واحد ما غيمشي مرات، وهادو كلهم عامين وما عندي. ونزيدك واحد القضيه، شحال جلس السي العمر سميتو البدراوي، السي البدراوي احترام السي البدراوي، شحال جلس هو في الرجاء؟ شحال جاب؟ 20 يوم دابا لا اكثر، شهر تقريبا، شهر. هادوك راه عامين وما في الرجاء، ثلاث سنين. عبدو ربي انا ذاك الصباح لا بغيت ندي، علاش غندير لي كونترا في الرجاء؟ علاش غندير لي كونترا في الرجاء انا؟ علاش مضارب عليه؟ علاش المشخشخ مضارب عليه درت لي كونترا في الرجاء؟ ها؟ علاش ابراهيم دير لي كونترا في الرجاء؟ انا اللي مشيت انا عبدو ربي، والتصاور راه كاينين، التصاور راه كاينين فين؟ ما كاينينش عند ارمومن، التصاور راه كاينين في الصفحه ديال الرجاء. في الصفحه ديال الرجاء، يعني انت هذاك المناجر اللي غنجيب مثلا انا بعدا ما تعرفش شي مناجر. انا ما تعرف حتى شي. واكبر غلطه درت، اكبر غلطه درت هي انا خدمت من نيتي، هي انا جبت دوك اللعابه. تخيل دابا انا جبت دوك اللعابه انا نديهم الفرق، راه انا اللي جبتهم، عبد ربي اللي جابهم، عبد ربي اللي مضارب على هذا وهذا وجابه. وواحد القضيه شوف، ونزل واحد القضيه، حيت هو المقام ديالو ماشي ديالي، والمقام ديالو كبر مني لانه رئيس ديال الراجل. نتحداه، انا كنت نتحداه نعيطوا على الدراري كاملين وفي وجهه، وماشي في شوف التيفي، في اي اذاعه بغى، في اي اذاعه بغى نجيبو داك الدراري واخا ما خرجش ندخلهم لهاد المشاكل، ونجلسوهم ونجلسو هو ونجلسو حنا. واش عمركم انا قلت لكم اش نقول لكم على الراجا؟ ما كايناش حسن من هاد الفرقه هادي، والضغط اللي تلقاو دابا هو اللي غتلعبوا به سنيو. انا تنوصلوا هاد المعلومه، انا اللي جبتو ما تقولوا هاد الهضره. علاش؟ انا باغي نشوف الراجا بدوك الدراري هادو. سمعتيني؟ اللي بغى يدي الدراري راه قبل ما تجي انت، ترى جيت تاخر 20 يوم ولا شهر ولا شهرين، وتنحترمك وبغيتك تنجح في الفرق، ولكن الهضره اللي قلتي راه منا والو. حتى انت اصلا ما عمرك شتيني انا، انت اصلا ما عمرك شتيهم، انت اصلا ما عمرك تفرجتي فيهم في البريباراسيون. خليني نكمل. ما جاش تلاقى بكم ملي نجح باب، ما جاش تلاقى بكم فاش نبدا نكمل. ما عمرو جا عندنا وما تيعرف حتى شي لعاب. انت حدان حط حدا الصباح يعرف، حيدام تصوير انت حدان حط ليه مشخشخ يعرف، نحطان حط 11 ماشي يعرف، نتعدان حط اوماس يعرف. هادو اللي يلا عرفهم فاش مشى دابا، وتنظر ما عارف سمياتهم، فهمتيني؟
حتى شي واحد فهمي ما تيعرفهمش، طير ما تيعرفهمش، حتى واحد ما تيعرف الدراري، تنعرفوهم حنا اللي قدام في الراجا. وانا تنقول لك الدراري دوزوا عندي اللي كاين اللي دابا في الراجا 3 سنين، يعني انا لبغيت والعام اللي كانوا معايا انا كانوا مقلعين كل شيء تيدوي عليهم. وقلت لك قبيله كاين الناطق الرسمي اللي السابق عبد الاله ابراهيمي، سول عبد الاله ابراهيمي يقول لي شكون معربط عليكم، شكون معربط عليكم، سني ولاد الدري، سني ولاد الدري، سني ولاد الدري، سني ولاد الدري غيهربوا لينا، سني ولاد الدري غيهربوا لينا، راه المشكل اللي كاين، المشكل اللي كاين. ومن طبيعه الحال الناس مشاو جابوا الكونطات. وشوف باش تعرفني تنقول لك انايا، تنقول لك وتنهضر معاك بحسن النيه، تنهضر لك بالرجوله، تنهضر لك المحبه ديالي للراجل، راه هما مبينين في الفيديوهات مسينين كونطرات. يعني الا سينا في الراجا كونطرا كندير ندي انا شنو نشفرو شنو ندير لي انا؟ ها الا انت ضمنت هذاك الملعب يعني السبب اللي قال الرئيس راه هو السبب واهي. لا وانا تنقول شوف الا هو لا تعرفوا فين تيلعبوا، وماشي ومشوف واحد القضيه ماشي سبه فيه، ماشي سبه فيه، وهو معاودين ليه، ها معاودين ليه وقايلين ليه. تنقول لك انا هادو اللي كاينين دابا يكادوا هما اللجنه التقنيه، واحد اللي تعرف هشام بوشروان، هشام بوشروان اللي تعرفهم لانه ديك الساعه كان في ليكيب روم، تعرفهم بواحد بواحد وتفرج فيهم وتعرفهم مزيان، هو هشام بوشروان يقول الحقيقه. هشام بوشروان انا تنقول لك الانسان اللي كيف تيار الراجا، هشام بوشروان تعرف شكون اللي جاب دوك الدراري، تعرف شكون اللي جابهم، شكون دخلهم تيار الراجا، حتى واحد غيجيب ناس من واحد البلاصه وغتدخلهم وغتخرجهم، فهم دابا انت فهمت السطر. وهذا اللي تنهضر معاك، انا كنت مضارب مع سي 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 ديما تنجلس معاه وقال لي حنا راه نقادوا لهم شويه الى الابراهيمي ابراهيم وليعقوبي تسمعهم انا راه كاينين، راه اليعقوبي راه مصور معاهم يعقوبي، هاد اللاعبين اللي تقول سمياتهم دابا اكبر، وكاين واحد الخمسه اخرين، كاينش خمسه اخرين، كاين عبد ربي اللي تيضارب تيجيب ونتحدى في داك الشيء الراجل، نتحدى مش انا تنعاير الدراري ولاد، هذه موهبه عطاها لي الله، هذه واحد الحب عندي في هذا الميدان هذا، هذه عندي ناس تنتعامل معاهم تيجيبوا لي، هادو انا اللي جبتهم، كاين اللي ما جبتوش وكيخدم معاه كاين اللي جبتوش ومجهود كبير. يعني انا هما الوليدات دابا تيسمعوا الدراري جيب لي انا، تنقول لك هاد المناجير هادي اللي غيسيني مع الوليدات، جيبوا لي انا، جيب لي انا شي واحد قلت لي سير، وتنقول لك الكونترات راه عندك سير دير خلي هذاك دير داك التخطيط راه غيوليو ديالك، دير بحالك غيوليو ديالك، فهمتيني؟ راه داو البطوله وباقي انت راه جاوين. دابا المشكل اللي بغيت نقول لك السي خالد، فاش بغيت تخرج بشي حاجه هذا واش واحد القضيه، هذا خطا جاسين، لا كتب ان ارمومن تيدي وجيب لي اللعاب اللي تا ارمومن وجيب لي شكون اللي جاب هذا وجيب لي واش هادو مسينين الكونترا ولا ما مسينيناش، هادو راه مسينين الكونترا، مسينين الكونترا، شنو المشكل ديالها؟ باقي ما دفعتوهاش للجامعة، ماشي مشكل ديال ارمومن هذاك، هذاك ماشي مشكل اداري ديالي، انا تنوصل لك الخبز للفران وي تنوصل لك الخبز للفران، وهذوك الدراري شو عندي صغار دابا اللي تيعجبهم الحمد لله، شتي فاش قال هادشي الحمد لله، علاش؟ لان الدراري خدمتي انا دابا انت تتشكر خدمتي ديالي، ولكن في نفس الوقت ما حاملنيش وراه ديرني في العماريه، هاد الاولاد جيبهم انا، هاد الاولاد شاد ولدي هضر عليهم يخطفوا عليا انا نجيك من الاخر، شاد هادو اللي قال لك دابا هاد الاولاد غنديهم، هادو راه كتبوا عليا بانهم تعطوني رشوه، كتب عليا واحد، كتب عليا واحد، كتب عليا بان مواقع التواصل ماشي هادو، كتب عليا بان هادو تعطوني باك صاحبي، ها هما دابا ولات الحمد لله، هذاك باش شي يكون فاش تكون تخدم ولاو خايفين عليهم هما ولاو دابا خايفين عليهم الان ولاو ربما كيتهموا ارمومن على انه باغي يهربهم من كنت انا متهميني كتاخذ الرشوه باك صاحبي وجوال تحت وجوال هادي، شوف شاد الوليدات نفسرهم لك دابا، واللي عنده الفيسبوك واللي عنده اليوتيوب وهادشي يدخل يكتب المباراه ديال الرجاء ديال الواحد مع الوداد مع احتراماتي لفريق الوداد لان هذه فئه السنيان ترجع النتائج كلهم كانوا تيهضروا، وشوف هذاك اللي كتب عليا لا هذاك الفيديو، هذاك اللي كتب عليا لا هذاك الفيديو قال لك شوف الله الكره ديال الرجاء هذاك الحمد لله الله تيبغيني الحمد لله، وتعرف اني تندمر وتنضارب وتنمشي وتنجي وتنوجد وتنضارب وتنجي لهم لونطريم وتندير باش دير تكون، والدراري هاد الحمد لله هاد الفوز اللي فازوا بالبطوله ماشي نقولش تنقول راسي انا اللي درته، ولا دازوا عندك العمل ديال الدراري كلهم، انا فاش دازوا عندي ما تمساتهم حتى شي يد من عندي لعند نبيل ما مساتهم حتى شي يد، كاين لعابه بالضبط زوفا راجا كاين واحد اللعابه اللي ما مسهم حتى شي واحد حتى مسهم نبيل دازوا من يدي كيلز عندي مينيم كان دزي كادي ما مسو حتى شي واحد عبدو ربي، فاش يدوا عليهم دابا بحالو كون الرئيس خرج مع احتراماتي الرئيس محدو رئيس الدراجة ديما انا نعطيه السلام وديما نحترمه انه رئيس لواحد المؤسسه، فاش خرج قال هاد الكلام هذا هادشي كامل اللي تعرضت ليه واخا هادشي لانه تيبقى رئيس الفريق الرجاء البيضاء، وسمع نقول واحد القضيه شاد الشيء اللي قال تيشكرني انا ما تيهينيش، علاش؟ انا هاد الوليدات دازوا عندي 3 سنين وباقيين دابا اللي بغى يديهم يديهم هذاك العام يديهم ولدك العام
وانا تنقولها كاين الاندلسي كاين الناس كانوا تما قول لهم شكون اللي واحد الوقيته تشوفوه تتخباو مشى بهذا الضحك تيقولوا لي تسنى شويه تسنى شويه ما قادين تربي سيني لهذا كونط وكلهم عندهم كان كلهم عندهم كونفونسيون ديالهم كلهم هادو عندهم كونفونسيون ديالهم يعني هذا اللي باغي يدي ما يقولش لك واش نقول لك انا زير الدري ما نقولش زير الدري انا نقول لك خليه يلعب ويمشي ما عمر شي واحد ما عمر شي واحد خرج من يدي الحمد لله علاش الثقه اللي عندي مع الدري الطريقه ديال الاقناع ونزيدوا واحد القاضي ونزيدوا انا شوف شاد البالغ اي تنقول لك انا كعاني حتى لعبت مؤسسه ديال الراجل المؤسسه ديال ونتحداك بغيت هاد اللعبه حل الباب ديال التينا غدا نعيط لهم يجيو عندك بتغداو سير لهم كونطرا يلا انا تنتحدى غدا سير لهم ما عندهمش كونطرا انا نتحدى غدا نعيط والله ما يسنوا في شي فرقه ومعمرهم غيسنوا في شي فرقه لانهم تيبغيو الراجل فاش يبغيو ارمومن ارمومن احل لهم هذاك الباب ديال داك التيران عطاهم فرصه ديالهم انا تنقول لك غدا توكل على الله سنا خنكمل خنكمل لك هذه لا هما ديال الراجل ما حيدوش شوف هادو شوف هادو راجل ما غيمسهم حتى شي واحد تيبغيو الراجل هما تيبغيو الراجل هو قال شوف دابا عيطوا يما ماشي نكمل الكلام ديالو شوف خنكمل وي ارمو هادو راجلين تيبغيو الراجل تيموتوا انا تنقول للسير بدراوي انا رئيس كبير وباغي الخير الراجل تنقول لي غدا غنجيبوا لك الدراري سيني لهم كونترات ياك انت قلت انا ما بغيت ديهم ياك سيني لهم كونترات راه كاينين ليسونسيات كاينين ليسونسيات تاع الراجل ادير بحال الاربيط سير عراقي سير عراقي سيني سي فلان سي فلان سيني سي فلان تشوفهم كاملين كاينين شي واحد ما مشى وسير لهم كونترا طبعا بالاراده ديالهم بالاراده ديالهم وسير لهم كونترا وخليهم عندك انا غدا يجيو عندك ياك مشيتي عندهم مشى عندهم زارهم وما قالوش ارموم تبارك الله عليك وهذه والحمد لله خرجوا بهذا الشيء الحمد لله هذاك العمل اللي عبد ربي الشمس هاك تبيض انا راك حالي بالشمس فهمتيني العمل ديال انا تنقول لي ها هما الدراري كتخدم بزاف ها هما الدراري انا تنقول لك حرقت ها هما الدراري عيط لهم وسير لهم كونطا راه تيبغيو الراجا تيموتوا على الاجواء في الراجا عاجبهم الناس في الراجا عاملهم مزيان وكما قلت لك في الاول كاين بزاف ديروا معاهم وما يمكنش الاجواء تعجبهم في الراجا ونسيو واحد القضيه ونسيو واحد القضيه ونسيو واحد القضيه اخرى كاين اللاعبين دابا اللي كاين عندي في فيديسات حتى هما مزيانين حتى هما من غطيت وهضروا عليهم بغيناهم شي يضيعوا كاين مستودع كاين قوحي كاين عماره كاين سديري تنهضروا على 2005 2006 مزيانين ولكن تنسناهم ولا بغيت دير لهم كونفونسيون ديال لهم نقول لك السميات ديالهم كاين سعد فريد كاين شكون تفكر كاين مروان ديال 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 الشيطوان هذوك كلهم جيبوا معنا عبد الرب ها هما كاينين دوزهم شو ما دوزهمش عند ارموم دوزهم عند اللجنه التقنيه اللي كاينه دابا وسير لهم كونطا ها هما باش ما يمشيوش حتى هما انا قلت لك سميات عاد نجي لك 2006 2006 كاين زوبي لا بغيت ندير لك كونفونسيون كاين عدنان كاين معاذ نقول لك سميات كاع انا كاين القول سليم شكون انا تنقول لي سميات دابا تنقولهم لي ولا بغيت نقول ديال جون نقولهم لي انا تنقول لك دابا انا باغي ندير لعبه تنقولهم لك سيني للدراري لانهم مستقبل ديال الراجل انا تنقولهم لك دابا وهذوك الدراري اللي قال لك ارمو من دار هذه شوف احسن حاجه في الحياه شوف احسن حاجه في الحياه تنقول لك دابا راه هي العمل خدم وربي غيزادك خدم ها هما انت عارفني انا غنديهم انا نمشي معك دابا دابا الوقيته اسمحوا لي هضرت بزاف السلام دابا الوقيته اللي غدي على ارموم البالغ كله مخصص لك شوف دل. الوقيته اللي غدي على ارموم البالغ تاع 10 ديال الدقائق باش غتغلاس وغتقول ارموم نيت كنتي في ديك 10 دقائق تعيط لك الدراري ويجيو 10 دقائق سير لهم كونط سهله وانت زمطتي ارموم واخا شوف وانت قتلتي ارموم انت ساليتي مع ارموم انت دابا ما دير معاهم والو تخرج عند الناس تقول لهم راه ارموم بغى اشوف انا اشوف اتحدى تنعطيك الفلوس اتحدى واش العاود تحت انت حدى وهكا التليفون ديالي ها هو عندك ونقول لي سير النيابه العامه لانه بالغت وتدي الحبس انه اش يقولوا لها واحد الفرقه عطيك واحد الثقه وتنحط الامانه امان سنعطيك كان هذه الحقيقه راك خنتي الامانه هذا هو التليفون الوحيد من بعد كان عندي واحد التليفون ما كانش عندي هو التليفون الوحيد ديالي هكا الدنيا النيابه العامه الا بان لك شي تليفون الا بان لك شي المره ديال المناجر هنا الا بان لك شي المره ديال المناجر هنا ولا شي واحد عيط لي باش يدي شي لعاب ديني الحبس حيد على هادشي وانا تنقول لي الا بان لك ارمو ما تعرف شي مانا انا كتلعب ما تعرفش ماناجير فاش كتلعب انا ما كتبتي مع ماناجير تنعرفو غنجي عند لعاب نقول ليه سيني مع هاد الماناجير وانا تنقول لي لا تتعرف شي ماناجير تعرف ارمو خرجو غدا معاك ومشي انا وياه واعطيه النمره ديال التليفون ديالي قول ليه راه ارمو عيط لي وتناقش معاه وشوف واش عنده النمره ديال التليفون ديالي وي. سمعتيني انا عبد ربي علم كلمه انا قدام واحد الخدمه الرجاء البيضاء لان الراجع عطاتني ونقدر نكون ما عطيتهاش بزاف
نقدر انني غضبت الجمهور ديالي، نقدر بغيت في هذا المؤطر بغيت نصلح ما يمكن اصلاحه ياك. جبت لاعبين، شوف عندنا من اجود اللاعب من المينيم الكادي للجونيور من اجود اللاعبين اللي عندنا، من اجود اللاعبين واش نقولوا واش نتحدى فتنا بزاف ديال الناس. علاش هادشي باقا ما تحلاش في الاكاديميه ديال فتح حلا غيولي حسن واش نتمنى لهم توفيق. هادشي بسونتر سونتر الناس يقراو ما تخ جبنا ضربنا وخطفنا، تخطفت واحد نخطف انا واحد، تخطفت لانها حرب لك تعرف حرب تجيب هذا وتقنع هذا. جبنا لاعبين وحطيناهم وضربنا عليهم ود لاعبين تيبغيو الراجل، كاين بزاف ديال اللاعبين اللي باغيين يجيو تيبغيو الراجل، خصك تعرف تواصل معاهم ياك. وأمور واحد القضيه وهذه كلت على العصا والطارت الحمد لله، والدراري تيعرفوني وتنسولو تنقولو انا ما بغيتش البلا بلا بزاف والهضره، تنقول لك شوف تنهضر معاك انا في القانون زرفاتكمش، تنقول لك الا لقيت شي واحد مسيني الارموم والحمد لله راه قال الرئيس وتنحتارمو وتنشكر قال لك راه باغي يدي لعاب ياك، ودوك اللعاب راه ديالي الا دخلنا لتي الراجل عندك واحد النسبه ديال 70% واخا ما بغيتش نقولها وغنقولها، واحد النسبه ديال 70% كلهم ديالي وكلهم دازو عندي وكلهم انا اللي جبتهم، وانا تنتحدى ونجلس انا وياه عاوتاني نتحدى مع اي واحد كاين تما. واش كان هادشي تنقول لك سول الناطق الرسمي، سول يعقوبي، سول جريندو، سول اللي بغيتي، سول اللي بغيتي لدازو تما. وفي الاول باتريك دويل باتريك كلشي ونقول لك الميساج وكلشي. شوف في الاول كلهم تيجي وشوف كلهم تيجيو عند ارموم تيجيو فاش تيجيو تناقشوا معاهم عندكم ارموم شنو الهضره تيقول رئيس اللي موصل لها الهضره كلهم تيجيو بحالكم، كلهم تيجيو في الاول بحالكم فاش يجيو تيتفرجوا يشوفوا الخدمه ديالي الحمد لله حتى هذه مهنه تنبغيها انا. فاش يجيو يشوفوا الدراري كلهم تيقولوا هذا السيد خدام، تيبقى الاحترام تيبقى بينهم الخدمه وتحترمهم كاملين وتنتعلم من عندهم، تنهبط راسو وتعلم منهم، خصك تزيد هذه خصك تزيد هذه خصك تستافد من جريندو استافدت من من, من بزاف ديال المؤطرين اللي كانوا في المدير التقني دازو استافدت من عندهم، دير هذه دير هذه نقص من هذه شويه لانهم عندهم تجربه عليه وخديتها من عندهم. وتنقول بان هذا التصريح اللي قال الرئيس بردني انا، بردني علاش بردني؟ لانه ما بغيتش نقول لك ظالمني ولا شي حاجه، حيت هو انسان اللي معاودين ليه، هذوك اللي معاودين ليه هما اللي مغلطين ومكذبين. لانه هو واش هذا السيد هذا المناجر قال ليه ولا قالوا ليه الناس؟ قالوا ليه الناس. علاش قلت لك بان هذه راه فوق الجبال؟ علاش كان هذاك اللي بغى يدير هذا الشيء راه فوق الجبال؟ انا حسيت بلي ان الامر مدبر مدبر هذا فوق العماري. فاش الرئيس اللي قلت شويه دابا البالا قال سولوا على امور شوف وحاجه اللي زوينه وحاجه اللي زوينه تنشكر هاد اللعابه وتنشكر ان الرئيس بدا يعرف سميتي قدر ما كلشي يعرف سميتي بدا يعرف سميتي انه تو ضربات ولعبت في الجيش فهمتيني يعني قدر يكون عندنا ريحه محمد الشحمه ولا شي يقولوا لي سمعتيني تنقول لي فاش عرفتي سميتي وعرفتي بانك اللاعبين كنت باغي نديهم انا وباغي نديرهم ياك سير تاكد انا تنقول سير تاكد وليدات ديالك براس الوليدات ديالك الله يخليهم لك سير تاكد باش نقولش انا شوف الراجل تبقى عزيزه عليا ديما سير تاكد وشد بلعاب بلعاب شد بلعاب بلعاب